السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا مصطلح التبعية اللي قالوا إنه تبعية، دولة تبعية لأهل البيت. انتظر الأوامر للتوجه إلى قيلانغر لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو. تبعية للمذهب. والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. تبعية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام إذا يقول حرب حرب. أيها الأخوة صدقوني، يريدنا ثورة على هذه القوانين. الإمام إذا يقول صلح صلح. جاهدنا، ضحينا، قدمنا الدماء أكثر من 20 عام. نعم، نحن مع الإمام، نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. هالقوانين الظالمة ما لها أساس. هذول الغرب أفضل من عندنا. إن شاء الله سنستمر بتوجيه الضربات المهلكة حتى آخر قطرة دم. قائد عام للقوات المسلحة في الوقت أوباما، تبعيته أفريقية. ديول إيران بالحقيقة هم الأحرار. لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يوم أمس مرت ذكرى تحرير الفاو، شبه جزيرة الفاو، هي المعركة العسكرية التي خاضها الجيش العراقي السابق في سبيل تحرير هذه الأرض العراقية من الاحتلال الإيراني. سنتان كاملتان تحتل إيران شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة منذ عام 1986 ولغاية 1988 إلى أن تم تحريرها. هذه العملية العسكرية مشاهدينا الكرام أثبت فيها الجيش العراقي السابق أنه جيش وطني مهني محترف، استطاع أن يطرد المحتل الإيراني من أرض العراق ويعيد ما سلب منه خلال هذه الحرب. مشاهدينا الكرام، سؤال مهم نطرحه في حلقة هذا اليوم من برنامج صوتكم، هل تتجزأ الوطنية؟ ما شاهدتموه قبل قليل في المقطع كان هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وزعيم تحالف الفتح الموجود في العراق، هذه الكتلة السياسية، ويتحدث باستمرار عن العراق والوطنية وتبوأ مناصب في حكومات ما بعد الاحتلال، لكن تاريخه يثبت أنه قاتل مع إيران وقتل من العراقيين خدمة لإيران ودفاعا عنها. وإذا يقول الإمام حرب حرب، وإذا يقول صلح صلح، بهذه الكلمات وبالسلاح الذي استخدمه وبيده قتل أبناء الوسط والجنوب وأبناء الغربية والأكراد، وقتل من كل العراقيين، أطلق القنابل وأطلق الصواريخ وفجروا وقتلوا وحرقوا في سبيل إيران، من أجل إيران. طيب، هل يحق لهؤلاء أن يتحدثوا بالوطنية؟ السؤال المهم الآن بعد الاحتلال وهذه السنوات من الحكومات المتعاقبة، لماذا تحاول هذه الأحزاب الحاكمة والميليشيات وكل من يدعون الوطنية في العراق أن يخفوا هذه التواريخ وأن يهملوها وأن يغضوا النظر عن إنجازات الماضي؟ الجيش العراقي هو ليس جيش شخص واحد وليس جيش نظام واحد، هو جيش تأسس في سبيل العراق، أبناء العراق، أرض العراق. لماذا لا تحتفي هذه الأحزاب بإنجازات الجيش العراقي، بإنجازات أبناء العراق؟ لماذا يستذكرون تأسيس الجيش العراقي في عام 1921 ولا يستذكرون انتصارات الجيش العراقي في معاركه من أجل دحر الخطر الإيراني عن العراق والمنطقة؟ مشاهدينا الكرام، معركة تحرير الفاو هي عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي السابق في 17 نيسان عام 1988 خلال حرب الخليج الأولى لإخراج الجيش الإيراني من المثلث الجنوبي لشبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة بعد أن احتلته إيران لمدة عامين كاملين.
أطلق على العملية اسم رمضان مبارك لتوافق العملية مع أول أيام شهر رمضان في ذلك العام. شملت أيضا العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي السابق في شبه جزيرة الفاو قبل شروق شمس يوم 17 من نيسان 3 مراحل. استطاعت القوات العراقية في وقتها من خلال هذه المراحل تحرير كامل شبه جزيرة الفاو في حوالي 35 ساعة فقط، وكبدوا الجيش الإيراني خسائر كبيرة ما بين قتيل وأسير، بالإضافة إلى الاستيلاء على معدات الجيش الإيراني. تقدر أرقام قوات التعبئة البسيجة التي كانت متواجدة في المنطقة بأكثر من 15,000 مقاتل، أغلبهم قضي عليهم ما بين قتيل وأسير بحسب الأرقام المتداولة. طبعا الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير، لكن هذا الملخص. اليوم ونحن في عام 2022 ومرت الذكرى يوم أمس، لا القنوات الفضائية التابعة للحكومة ولا للأحزاب، ولا هذه الأحزاب، ولا في مواقع التواصل الاجتماعي من جيوشهم الإلكترونية وذبابهم وكل من يدعون حب العراق، ولا حتى من وزارة الدفاع الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الرسمية، ذكرت خبرا واحدا عن إنجازات الجيش العراقي في الحرب العراقية الإيرانية. ذكرت خبرا واحدا عن معركة تحرير الفاو. مقارنة بسيطة مشاهدينا الكرام، في عام 1973 في 6 أكتوبر في ذلك العام، مصر والجميع يعلم قامت بالعملية العسكرية من أجل تحرير بلدها سيناء من الكيان الصهيوني والاحتلال لتلك الأرض. هذه العملية مشاهدينا الكرام إلى الآن اتخذتها مصر، أو اتخذت ذلك اليوم يوما وطنيا، وهو مناسبة وعطلة رسمية، وتحتفي به ويحتفل الشعب المصري بهذا الإنجاز بغض النظر تعدت السنوات و أصبحت هناك علاقة صداقة ما بين الحكومات المصرية المتعاقبة وما بين الكيان الصهيوني بغض النظر، لكن يبقى الاحتفال المصري من الحكومة إلى أصغر مواطن مصري يحتفلون بهذا اليوم، لأنه بالنهاية إنجاز وطني، إنجاز وطني. ساهم في ذلك الإنجاز الجيش العراقي للعلم، ولا تذكر هذه الأحزاب أيا من هذه الإنجازات. تحرير قطعة أرض من بلدك يكفي أن يكون يوما وطنيا، لكن ترى لماذا تتجاهل هذه الأحزاب هذه المناسبات المهمة في حين هي تمجد بالميليشيات وبذكرى تأسيس الميليشيات وتحتفي بوجود ميليشيات في العراق وتقول بأنها ستقاتل إلى جانب إيران لو حدث غزو أو معركة أخرى ما بين إيران والعراق؟ هل هؤلاء يمكن وصفهم بأنهم يستحقون التواجد في العراق كحكام؟ أو هل يحق لهم أصلاً أن يذكروا مصطلح أو كلمة الوطنية على ألسنتهم وتاريخهم لا يشفع لهم من هذه الناحية؟ معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد، وحيا قناة الرافدين والسادة الكرام. حياك الله، أهلاً وسهلاً أبو عمر. حياك الله، والرحمة والخلود لشهداء قادسية صدام والخزي والعار لأحزاب السلطة الذين هلكوا العراق ودمروه بسبب خياناتهم اللي كانت ضد الشعب العراقي في عام 1980. كانت هاي القوات السادة قوات العراقية، يعني قوات إلها وطنها وإلها حبها وإلها يعني نقدر نقول الولاء لشعبها، وكانت ما بين الجيش العراقي والحكومة العراقية القديمة اللي ما كان من عندها من حكومات اللي استكملت بوضعها، استكملت بنشاطاتها، استكملت كل مشاريعها بزراعتها بصناعتها. فكانت يعني الحكومة عندنا يعني ما بين الشعب والقيادة كان يعني فجأة ولا حب، لأنه مستكمل بروح الوطنية بروح الفداء. فكان الجندي العراقي أو الجيش العراقي أستاذ محمد يعني كان قادر بروح وطنية
بروح يعني بروح يعني كلش نقدر نقول يعني حبها جاحة حب الوطن. كانت الدولة يعني تحب المواطن والمواطن أيضا يحب الدولة. طيب أنا ماشي يعني أنا هسه عندي مجموعة تساؤلات لحضرتك، بس قبل لا أسأل، أولا أنت بديت بحديثك بقادسية صدام، هالمصطلحات انتهت خلاص، هذه المصطلحات ظهرت في زمنه ولأسباب معينة وانتهت. من قاتل قاتل لأجل العراق، اللي ذهبوا للدفاع عن العراق، نعم قد يكون هناك من المروجين لهذه المصطلحات قادسية صدام وما أعرف منه، لكن هذه المصطلحات لتمجيد الشخص هو خلاص راح إلى دار حقه وله ما له وعليه ما عليه. نحن نتحدث عن أبناء الجيش العراقي، أبناء العراق بشكل عام، الذين دافعوا عن بلدهم بغض النظر من هو القائد، لكن هم لما دافعوا هناك إيمان مطلق من الشعب بأن يدافع عن ماله عن عرضه عن أرضه. اليوم احنا لما نشوف هؤلاء الذين يحكمون العراق، اللي واحدهم تاريخه مليء بالغدر والخيانة، رفع سلاحه في سبيل قتل ابن بلده، واليوم يحكم تحت شعار الوطنية، هل هؤلاء يحق لهم التحدث باسم العراقيين أو باسم العراق أو بالوطنية؟ استاذ محمد، يعني بالنسبة احنا في زمن الثمانينات احنا نعرف كان اعداء العراق من هو، يعني اول شخص هادي العامري او المالكي، يعني نعرفهم هذول الناس قتلوا يعني ضد الشعب العراقي. هادي العامري اللي رفع بسلاحه يعني ضد الجيش العراقي السابق، فهذا الشخص يعني انسان متلاعب مع الحربين نقدر نقول. فكان في ايران يضرب الجيش العراقي، وبعد الحرب العراقيه اجوا للعراق، لان هذول ناس كذابين ناس باطلين. فكيف يعني اكو هيك شخص بالعالم قاتل شعبه ويرجع ورا فتره سنين بعد احتلال العراق يكون في ظل الشعب العراقي ومعهم؟ فهذا انسان ما ممكن انه نتحدث معه، وما ممكن انه نتمجد به. هذا الناس قتله ناس ما لهم ولا الوطن ما لهم لهم حب للعراق، ولا هم لايران ولا هم الدول المجاوره اللي هي حاضنتهم، اللي كانت يعني تحميهم، اللي كانوا ياكلون من اكلهم من شربهم. فهذول ما شربوا المي العراق، ما شربوا المي بجده وفراق. وصلت الفكره. نعم انا اشكر حضرتك ابو عمر من بغداد، شكرا جزيلا. ويانا السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السيد محمد من امريكا تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كل الهلا اخي استاذ محمد. ذولا هذا العامري هذا مجرم، عمك تذكر بالنجر اللي اثر بالسيارات يقطع ايديهم حتى قام يحكم العراق؟ هذول عندنا ضد الشعب العراقي. احيي كانت احيي اخواني اللي حارب، احيي الجنود من الابطال اللي حارب الجمهوريه والقوات الخاصه، احييهم ضد المنعه الخدمه طايل الوسخه تبع ايران، والاحزاب القذره هاي تبع ايران. هذه العامل وغير هذه العامل ابو سيد محمد، ليش اليوم احنا ما نشوف هذه الاحزاب ولو مجاملة أن تذكر الإنجازات التي حققها العراق، جيش العراق، أبناء العراق طيلة السنوات السابقة قبل الاحتلال؟ يعني ليش تهمش هذه الإنجازات؟ تحرير أرض في عملية عسكرية مخطط لها وباحترافية في سبيل استعادة الأراضي المسلوبة، دول كثيرة تجعل من هذه المناسبات أو من هذه الأحداث مناسبات وطنية، عطل رسمية، تكريم للذين شاركوا في تلك المعارك وغيرها وغيرها من أمور تهتم دول كثيرة حول العالم تهتم بإنجازات قواتها. يعني تركيا على سبيل المثال، رغم أنه هي الدولة العثمانية انتهت وجاءت دولة حديثة، لكنهم يستذكرون كل ما حدث من إنجازات في الدولة العثمانية التي صبت في مصلحة البلد، حتى وإن جاءت حكومة فيما بعد علمانية مختلفة يعني تؤمن بالحداثة من هالأمور، لكن لم يهمل التاريخ. بالنهاية من قاتل هم الأجداد، هم الآباء. ليش هذه الأحزاب الموجودة وهذه الحكومات لا تعترف
بهذه الإنجازات، وخاصة ما يتعلق بالحرب العراقية الإيرانية. هذا محمد قال كلهم كفينك الله كلهم ملاهم إيران ليس للعراق. هذا العامري مقتدى، هذا السيسان حاطينه بتربح من نجف، حاطينه أضرار وحاطينه يدورون به. هو واحد فاشل في إيران تابعين انفر وتابعون الخميني الدجال الفاشل الله لا يرحمه لا دنيا ولا آخرة، الخميني الخايس. طيب أشكرك يا سيد محمد من أمريكا. معنا مشاهدينا الكرام تقرير جرافيك يتحدث عن معركة شبه جزيرة الفاو من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نشاهد. ساحة الاحتفالات تروح تشوفها مكب مع النفايات، أنواع النفايات، السوق كذلك. هاي المكتبة كانت يعني يعجبك تقعد بيها، عامرة وحلوة وجيدة، طاحوا بيها فلشوها وخذوا بيبانها خذوا جامها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كان هذا عملا من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. شاهدتم التفاصيل وشاهدتم ما الذي حدث اليوم، ما الذي يحدث اليوم في العراق بشكل عام، ما الذي يحدث في محافظة البصرة بعد أن أنجز الجيش السابق وأنجز الجيش العراقي منذ تأسيسه في عام 1921 لغاية 2003 بطولات، حقق إنجازات وبطولات على المستوى المحلي على المستوى العربي كذلك، ومشاركته في الحروب العربية. الآن هذا البلد الذي دافع عنه جيشه وأبناء بلده دافعوا عنه لسنوات وصل إلى هذه المستويات المتدنية وإلى هذا الانحطاط على كافة المستويات بفضل من حكموا العراق بشعارات أوهموا بها شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. هذا الجيش الذي نراه اليوم ترك العراق، ترك أبواب العراق مفتوحة لداعش والقاعدة وإيران وغير إيران ودول الاحتلال، تركهم يفعلون ما يشاءون، وترك داخل العراق بيد الميليشيات ويتفرج على هذه الميليشيات، بل بعضهم من بعض من هذه القوات الأمنية يعطي التحية، يقدم التحية العسكرية إلى معممين إلى ميليشيات. هذا الفرق ما بين هاتين المؤسستين. تصفحت في موقع وزارة الدفاع في الفيسبوك
الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الحالية لم أجد خبرا واحدا يتحدث عن تحرير شبه جزيرة الفار، لم أجد خبرا واحدا يتحدث عن إنجازات الجيش العراقي السابق في الحرب العراقية الإيرانية. هذه القوات أو هذه المؤسسة التي اشتاطت غضبا عندما تعلق الموضوع بمشهد تمثيلي في أحد البرامج، أن أنتم شلون تحجون علينا وتهينون المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسة التي لم تعطي لنفسها مساحة قليلة أن يحترمها المواطن عندما تقف مع المجرمين، عندما تقف مع الحكومة، تقف مع الفاسدين. معنا أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة هذا اليوم العظيم أنت تتأمل من ذولا يحتفلون به، هم ولاهم الإيران الله يخليك، ذولا يحتفلون بهذا اليوم. أخرى ثانية تتأمل من المسؤولين اللي يقول لك إذا إيران قاتلت العراق يقول لك أنا قفوية إيران، أنا تتأمل منه يحتفل بهذا اليوم العظيم. والشغلة الثانية أستاذ محمد، هل إيران مستحلة العراق كليته، استحلت العراق من شماله إلى جنوبه إلى علاج هي جاي الصول والجيون. أنت تتأمل من ذولا يا أستاذ محمد. اليوم اللي يتحدث عن يعني هاي الصورة، خليك وياي يا أبو عراق، هاي الصورة أمام حضراتكم مشاهدينا الكرام، هذا العامري وتقريبا هذا نوري المالكي، وبحسب المصادر المنتشرة في مواقع التواصل أيضا في الصفحات التي نشرت هذه الصورة، يشير كثيرون إلى أنه هذا أبو مهدي المهندس، لكن قد يكون هناك اختلاف. بغض النظر، يخططون الآن، فهم في هذه الصورة ومن على جبهات القتال يخططون لقتل أبناء العراق في ذلك الوقت، يخططون كيف يقومون بقتل العراقيين، هؤلاء الذين يحكمون والذين يرفعون العلم العراقي خلف ظهورهم أثناء الخطابات، وبعضهم يضع العلم العراقي على كتفه. هؤلاء قتلوا أبناء العراق، ألا يجب أن يحاسبوا بتهمة الخيانة العظمى؟ اليوم اللي يقول أني ابن فلان أو أني الدولة الفلانية دعمتني، يقولون علي أنت ابن سفارة، أنت مرتزق، أنت خاين، يحاكم بتهمة الإرهاب، يتم نفيه خارج العراق إن كتب له الحياة أصلا، ألا يجب أن يحاكموا على هذه الخيانة؟ ألا يجب أن تفعل المواد الدستورية ويفعل القضاء فعلا ويصحو من سباته ويحاسب هؤلاء على خيانتهم البلد، على قتلهم أبناء العراق؟ ليش يا أبو عراق اليوم ماكو عدالة بالعراق من هذه الناحية؟ كل من تلطخت يده بدم العراقيين ده يحكم، عنده حماية وعنده امتيازات. أبو عراق، أستاذ محمد إذا سمحت لي، تفضل. هذول حسابهم عسير، لا انت يا شعب، انت من جاي تشوف قاتلون يا ايران ودنا احنا، نعم، هذا شنو بقي بعدين؟ يحشون على المتظاهرين والشرفاء اللي سال كمهم بساحات العز والشرف، اللي بالناصريه واللي بالبصره واللي ببغداد، نعم، يحشون يقولون ذولا ولد السفارات، لا نعم طيبه، مو مثلهم هم، مو مثلهم هم ولا هم للدول، بس التاريخ يا أستاذ محمد راح يلعنهم إلى يوم يبعثون. نعم. أصيرهم إلى ما. أشكرك يا شكرا جزيلا أبو عراق من الفلوجة، ويانا السيد علاء من الناصرية، تفضل يا علاء، حياك الله. حياك الله حبيبي. كل الهلا يا علاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمك، كل الهلا. حيا الله الذكرى العظيم، حيا الله الجيش العراقي البطل. نعم، تفضل يا علاء. أحب أبارك الأمة العربية والعراقية بهذا النصر العظيم. نعم. على المجوس، فخر وعز لنا العراقيين.
بارك الله بيكم وبارك ليش الله بيكم. ليش الحكومه ما تحتفل بيا ابو علي؟ ليش ما يسووا يوم، ليش ما يسووا عطله رسميه؟ حكومه ايرانيه اكيد بالنظر عن هذا الاحتفال اكيد يعني. تدري انه تدري يا ابو سيد علاء انه اللي قاتلوا في تلك الحرب تمت ملاحقة جزء، تم اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي، تمت ملاحقة جزء منهم بعد الاحتلال، تم تصفية جزء منهم بعد الاحتلال بعمليات اغتيال في وضح النهار، تم تسليم قوائم بأسماء طيارين وغير طيارين من الضباط السابقين من نور المالكي شخصيا إلى الكيان الصهيوني من أجل أن تتم ملاحقتهم وتصفيتهم، بعضهم بالسجون بتهمة الإرهاب، ذول اللي قاعدين وجزء منهم بالمنفى عايش لعل وعسى يحصل على جزء من حقه اللي هو الراتب التقاعدي. هل يعقل بأنه الذين ضحوا وقدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل هذا البلد يتم معاملتهم بهذه الطريقة، والذين قتلوا أبناء العراق وخانوا العراق اليوم معززين مكرمين وينقال لهم الحجي والسيد؟ بعيدا عن الحزب او الحاكم او اي شيء، يعني هو دفاعا عن البلد لا اكثر يعني. نعم. مهما كان الحزب مهما كان هو عراقي. يعني هذا دفاع عن البلد، يعني ما يصير يغض النظر عنه. نعم. مبارك الله فيك. شكرا جزيلا على ابو علي من بغداد، تفضل. هلا صالح. حيا الله يا ابو علي، كل الهلا. شلونك هذا؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك. تكون على الجيش السابق من الجبوش عليه السلام، شو ما ظليتوا اسبوعين وانهزمتوا. طيب اسبوعين انهزمتوا. تمام انت فرحان سبوعين. انت فرحان انه بوش اجى؟ طبعا. شلون بالله فرحان؟ ديكتاتور، خلصنا من النظام. تمام مو قالوا انه بعد ما نخلص من صدام حسين ونظام الدكتاتوري القمعي حنسوي لكم العراق جنة؟ وين الجنة يا سيد ابو علي؟ سيد محمد ما خليتونا 19 سنة قتلونا. من هم اللي صار 19 سنة نقتلكم؟ تنظيم القاعدة والدواعش وثوار العشائر. طيب وثوار العشائر ابن الحلال. طيب منو عنده سلاح اليوم بالعراق يا ابو علي؟ القاعده والدواعي. وين بقى قاعده؟ بس لحظه، مو بال 2016 مو بال 2016 اعلن حيدر العبادي النصر على داعش وتحرير العراق من داعش؟ صار من 2016 الى اليوم ايش قد صار؟ ست سنوات. ايش صار؟ ايش صار بست سنوات؟ تفضل. سيد محمد، بعد 50 سنة ما تروح داعش. ليش؟ 50 سنة بعد. ليش ما تروح داعش؟ ما طول الشيعة شوية يقدروا يحكمون، شوية. شلون؟ بعد 50 سنة ما يولون الدواعش، يعني شوية عندهم الشيعة يحكم ربع. يعني شلون المفروض شلون المفروض يصير الوضع بالنسبه لك؟ انتم ما قادرين علينا، انتم ما قادرين علينا يا ابن. بس لحظه انت ده تقول انتو وده تقول دواعش، يعني انت ده تتهم منو بالدعش؟ انا منو ده تتهم انهم دواعش؟ هذول اللي يحسون على العامري والمالكي. ايه؟ ما يحسون على الحلبوسي. يحجون، انت يمكن ما تسمع يحجون. شوف ابو علي شوف، انت باوع. شوف انت من تقول بوش عليه السلام واجا، هاي العراقيين هم حيردون عليك مو اني. تمام. احنا اليوم موضوعنا، اسمح لي احنا اليوم موضوعنا عن ذكرى تحرير ارض عراقيه من الاحتلال الايراني بعام 1988، ومن صوتك انت رجال كبير واحتمال عايش بتلك الفترة. ب 1988 حرر الجيش العراقي أرض عراقية من احتلال إيراني دام سنتين كاملات مسيطرة إيران على تلك الأرض. سؤالي اليوم، ليش هذه الأحزاب
وهذه الشخصيات الموجودة ما تحتفل بهذا اليوم وما تذكر هذه الإنجازات؟ ليش؟ ما تذكر شيء شيء شيء. ليش يا أبو علي؟ إيش تحتفل؟ 50,000 50,000 أعاقي راحوا ضحية، 50,000 واحد، 50,000 منطقة هنا صدامة وح 50,000 واحد. أبو علي، سؤالي إليك واضح، ليش هذه الأحزاب ما تحتفل أو ما تذكر هذه الإنجازات؟ إيش تحتفل؟ انت اسبوعين ما قامتوا الامريكان يا ابن الحلال، انت اسبوعين وانهزمتوا، انت يعني هذا ذولا اللي تحكي عليهم ذولا الابناء العراق يعني بالنهايه اللي موجودين بالجيش، اخوك ابوك عمك خالك صديقك جارك اللي تحكي عليهم انت ذولا عراقيين. بس العراق ليش يحكي على الجيش هذا الجليل هسه؟ ايش بيه هذا الجيش؟ ايش سوى؟ ايش قدم؟ سوى اولا خلصنا من الدواعش، تمام، خلصت تعرف الجد 7,000 سياره يعني سيارة. بس لحظه يعني انت هسه يعني الجيش الحالي يعني الجيش الحالي خلصك من القاعده والدواعش بكلامك؟ ليش العراق ما يصير براسه خير؟ ليش ما تتعمر المناطق؟ ليش ما تكون اكو مستشفيات مدارس؟ ليش؟ مو الجيش هذا خلصك؟ انتم ما تكيفون. ما نكيف؟ طيب شوف ابو علي، انا اشكرك اللي يبدا حديثه بانه يقول على هذا المجرم باعتراف الامريكان، باعتراف الشعب الامريكي اللي يوميا واحد من الشعب الامريكي طالع عندما يرى هذا الرئيس جورج بوش يصوره يقول له انت قاتل، انت تقول عليه السلام. هسه العراقيين حيستلموك يردون عليك. ذولا اللي انت ده تضحك عليهم وتقول باسبوعين وقعوا، حصار 13 سنة دمرك ودمر اطفالك ودمر اطفال بقية العراقيين، فرحان انه هذا الجيش وقع باسبوعين. الجيش الثاني اللي هو تأسس بسبب الامريكان، بسبب بول بريمر ومن معه، دخل داعش الى العراق، دخل القاعدة الى العراق، سمح بوجود الميليشيات في العراق، سمح بوجود إيران وغير إيران في العراق، القواعد الأمريكية وغير الأمريكية وقوات التحالف وكل الدول تدخل وتخرج من العراق وهو ما يدري. قصف أربيل ذاك اليوم قصفت أربيل بصواريخ إيرانية، ما يدري، وزير الدفاع نايم ما يدري. عثمان الغانمي أكبر دليل أنه هاي المجموعات اللي دا تحكم العراق هي مجموعات ولائية، كل من عنده ولاء. هذا عثمان الغانمي اللي هو وزير الدفاع وزير الداخلية حالياً أو في حكومة مصطفى الكاظمي المؤقتة، هو كان رئيس أركان الجيش في السابق، يقول إن نحن هنا لحماية النظام السياسي في العراق. هذا قائد عسكري المفروض ما له علاقة بالأمور، يقول نحن وجدنا لحماية النظام السياسي في العراق. عن أي جيش تتحدث؟ خلي العراقيين هم يجاوبون عليك. ياسين من بغداد تفضل. ياسر من بغداد تفضل. يا ياسر حياك الله. ياسر اريدك تنصي صوت التلفزيون للاخير وتسمعني من الهاتف فقط لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حبيت ما اتعبكم واجاوب الشخص اللي طلع ويقول بوش عليه السلام. أي. اولا الفتره اللي عايش اريد بان يعرفون ويتاكدون الجماعه اللي تسمي بوش عليه السلام بان نعم يعيشون سعيدين بها بان انه الجيش العراقي السابق كان جيش وانهزم وما اعرف شنو، ويجيب لك الموضوع يمنا ويجيب لك الموضوع يسرى على مود احنا نكتشف انتماءات. احنا نعرف طبعا كعراقيين هو ايش يقصد الاخ، ونعرف هو منين وشلون اجى لهنا وشلون عبد يعبر عن رايه.
أما هذه الحقبة أرجع أحب أقول لهم بأن مهما طالت ومهما طال الزمان عليها راح ترجع أطفالنا بيوم الخميس يلقون النشيد الوطني ويضربون فوق العلم 3 طلقات وترجع على عهد كما كان. هذا أمر. شوف أمر الشعب العراقي. سيد ياسر إحنا بس حتى خلينا نكون واضحين بنقطة. الحديث هنا لا يدور عن عودة السابق. إحنا اليوم موضوعنا والنقطة اللي دريد نتكلم بيها هي نقطة الوطنية أو الجزئية المتعلقة بتاريخ العراق. هذه الأحزاب الموجودة ليش تتجزأ وطنيتها أو تجزأ هي وطنيتها؟ يعني يستذكرون ويحتفلون بذكرى تأسيس الجيش العراقي في عام 1921، لكن عندما يأتي الموضوع إلى عمليات عسكرية وإلى بطولات وإلى إنجازات وإلى نصر حقيقي على أرض المعركة حقق الجيش العراقي ما يذكرون هذه الإنجازات، وكأنه من قاتل هو لأنه قاتل في حقبة صدام حسين خلاص إذن هو محسوب على صدام حسين، في حين الذي قاتل هو الأخ والأب والجد وكل أبناء الشعب العراقي بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم. هم ما قاتلوا لأنه هذا صدام حسين موجود بالحكم، لا، هو لو غير صدام حسين كان موجود كانوا حيقاتلون، لأنه الاعتداء من دولة ثانية، لأنه هو انتهاك للسيادة، لأنه هو اختراق، لأنه هو سيطرة على أرض ليست ملكا لإيران. كان أي وطني أو أي إنسان غيور على بلده كان سيقاتل بغض النظر القائد منه. لكن احنا نسأل ذول الموجودين شلون يخلون وطنيتهم إذا عندهم وطنية أنه هي تتجزأ؟ هل أصلا يمكن للوطنية أن تتجزأ، أنه تشتغل بمكان وتنام بمكان؟ نعم أستاذ، بالسياسات موضوع الحقب هذا مو نهاية الدول. هذا السياسات تقول الحقب هي مو نهاية الدول. وصدام حسين الجيش كان ما يملكه، الجيش كان عراقي حارب ودافع عن أرض عراقية. هم ما يحتفلون بي، انت شلون تترجى من عندهم احتفال وهم اصلا احنا ما نترجى من عندهم الاحتفال. قرر لي يطلع شخص قبل شويه يقول لي بوش عليه السلام عليه السلام يروح يسلم عليه، هو يبوس ايده يبوس راسه. العراقيين لا زالوا يقاتلون حتى في ضمائرهم. هسه هذا سؤال سيد ياسر، سؤال هسه هذا. نعم. ابو علي من بغداد والله حيرنا، يعني يقول لك بوش عليه السلام. هسه اذا جماعه المقاومه الموجودين ذول الموجودين في العراق اللي يقولون مقاومه، اذا سمعوه حيقولون عليه ابن سفاره وامريكي وجزء يحل قتله من وجهه نظرهم. واذا هسه يسمع مواطن عراقي شريف حيقول عليه هذا خاين عميل. هو هسه هذا طبب نفسه باي مكان هذا ابو علي؟ وين دخل نفسه؟ والله يا أخي الزواجية بالمعايير بالسياسات يعني بصراحة يعني إذا تفتش عليها الدوخ. نعم. الزواجية بالمعايير هذا موضوع يفك الشفرة مالته اللي دا يحكي صاحب اللي عليه السلام. طيب. ولكن أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن الجيش العراقي مهني وشريف سابقاً وحتى في بعضهم حاليا. نعم. مهني وشريف. نعم. والوطنية موجودة. نعم. ولكن الكنترول بيه خطأ يعالج اليوم نعم. قرر انه انت يقول بان الجيش العراقي انتهى. الجيش العراقي اولا انسحب مشرف. الجيش العراقي واجه اكبر قوة بالعالم. نعم. اكبر قوة بالعالم. اذا اي احد دي حظ من الدول العربية او الدول حتى الاجنبية الكبرى يصمدون أمام الجيش الأمريكي أسبوع مثل ما صمد به حسب ما يدعي الأخ أسبوع وراحوا الجماعة. طيب. وانهزموا الجماعة العراق. نعم. العراق نعم خسر الحرب عسكريا ولكن ما يخسر الدولة كلها، ما يخسر إرادة الشعب عندما يريد أن يجدد الدولة. طيب. ما يخسر البناء، ما يخسر العزيمة، ما يخسر التحدي. الخسارة موجودة. ألمانيا خسرت. نعم. بعام 1945. فرنسا. نعم. خسرت أمام ألمانيا عام 1943. نعم.
الدول كبيرة وعظمى سقطت وخسرت. الشعب الأوطاني انتهت حكومة. نعم أنا أشكرك يا سيد ياسر من بغداد. نضيف على كلام السيد ياسر من بغداد أن الجيش العراقي السابق الذي كما يقول أبو علي من بغداد أنه خسر بأسبوعين أمام أمريكا، انطلق من رحم هذا الجيش مقاومة عراقية واندمجت مع أبناء الشعب العراقي الذين خرجوا أيضا يقاوموا الاحتلال إلى آخر لحظة من وجود المحتل على أرض العراق، وسيظلون يقاومون كل من تطأ قدمه يد العراق بدون استئذان. هذا الجيش اللي ما عاجب أبو علي من بغداد، هذا الجيش الذي استطاع أن يوقف الخطر الإيراني عن العراق، هذا الجيش الذي استطاع أن يحمي العراق من التنظيمات الإرهابية، من الميليشيات الموجودة اليوم، هذا الجيش. ويانا أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب احييك على البرنامج هذا. الله يسلمك، حياك الله. انا قبل كل شيء طبعا نعم الجيش العراقي فساطين الجيش العراقي اللي تواغل الايراني وهذول الخونه اللي باعين انفسهم واعراضهم لايران، اقبل بساطينهم مو روسهم، والف رحمه على شهدائنا. طبعا انا شاركت تحرير مهران، شاركت بالفاو همينة. نعم نعم. هذا ابو علي اللي طبعا رجال كبير، هو ما رسول بالقرثة، انت شد اكبر حكي الرسول الحكي ما مات، انا اللي انت تؤمن باهل بيته اللي يقول على بوش عليه السلام، ما اعرف ثاني بوش امريكي لو من اهل البيت، انت تقول عليه السلام. نعم. انتوا خوانا، انتوا بعتوا هديتوا سيف الامام علي لامريكا. نعم. انتوا بتبيعوا نفسكم لايران، باعين نفسكم. احنا باكر عقبة اقول لابو علي يا باشا همينا، احنا ما يحتاج محاكم ونروح نحاكم الخوانا هاي. يبني فقر صدام حسين انعدم بالشنقه الواقف مثل الجبل، مثل الجبل، بس انتوا الشعب العراقي راح يعدمكم بالقنادر، بالقنادر مو بالمصانع. هيك يوقفكم كل عراقي يجي شريف يضربكم بالقنبلة لحد ما يقتلكم مكانكم يا اخواني. عراقي تاج راسكم، يكفينا احنا فخر الجيش العراقي اخر عنا، كانوا 20 سنة هالظلم هذا اللي وصل للعراق. طيب. اللي وصلونا يا كانوا 20 سنة نزمانين احتمال. شكرا شكرا يا ابو عبد الله، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عندنا رسالة من احد المشاركين يقول حكام العراق اليوم كفرة، ما دام بوش عليه السلام يمشون بسيرة بوش، يجب أن يحكم العراق شخص يحمل صفة عمر بن الخطاب وعدالة الإمام علي عليه السلام، لأن قوة العراق بقوة قائده، لا ينكر هذا أي عراقي، وإن شاء الله يا عراقيين ترجعون أقوى ونهضة وطنية. مشاهدينا الكرام، الأحزاب الحاكمة اليوم في العراق التي تدعي الوطنية ولديها منصات إعلامية تغرد يوميا وتتحدث وترفع شعارات الوطنية، عندما تحين لحظة الحقيقة ويحين وقت الجد وتكون هناك تواريخ ومناسبات في كثير من دول العالم تكون أعيادا وطنية تحتفي فيها الدول بإنجازات وبطولات أبناء بلدها، نرى بأن هذا الموضوع غائب عن العراق، ونرى بأن هذه الميليشيات تصمت عن إنجازات الجيش العراقي وبطولاته التي حققها في سبيل حماية هذا البلد، لأن الخصم كان إيران. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.